وما منصة إحسان إلا مغلة مأمونة ومنصة موثوقة لضبط الإحسان. والله عز وجل حثنا في كتابه العظيم على الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيه من الصدقات والإحسان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوة الكرام، إنما حينما نقرع باب الود والعطف ونشرع دونكم قناة الحب واللطف، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة، فهي منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وهي تعنى بمجال الإحسان والبذل والعطاء لأبناء هذه البلاد المباركة وللفقراء والمحاويج والمنكوبين والأعمال الإغاثية. وقد صدر ولله الحمد والمنة في هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهم من رواد العمل الخيري ورموزه. وما تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تصدر هذه الحملة المباركة إلا أنموذج رائع عظيم متميز هو محل الاقتداء والائتساء من أبناء هذه البلاد المباركة.